في بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أخت سمير أشكرك على هذا تسليط الضوء على موضوع الإيقاف وعلى بيان نادي الكويت. أن الإيقاف صراحة كان ظلم، ظلم للشباب الكويتي كله، ظلم للأندية، ظلم للكويت كلها. رغم أن عندنا مناصب دولية، شباب الكويت كلهم ماسكين هذه المناصب لم يخدموا بلدهم من خلال هذه المناصب. نعم أن موضوع التوقيف صراحة كنا احنا متوقعين أمانة من زمان، كنا شايفينه مثل ما قلنا بياننا، شايفين التوقيف طيب جاي. سيد عبد العزيز، ما هي المؤشرات التي لديكم؟ يعني التوقعات بناء على ماذا؟ بناء على كتب ومراسلات كانت تطلع من نعم الاتحادات، بناء على تحركات بعض أعضاء الاتحادات في مخاطبات الاتحادات الدولية، وإصرارهم على وجود التعارض، وإصرارهم على وجود المخالفات للقوانين، وهي طبعا كلها واهية ما في أي تعارض. نعم طالبتم بعقد جمعية عمومية غير عادية لمحاسبة الاتحاد، هل تتوقع أن يكون هناك تواجد من قبل الأندية؟ وماذا ستطالب في هذا الاجتماع إن عقد؟ احنا طبعا وجهنا من خلال بياننا عده رسائل، رساله الى الاتحاد الكويتي تحمل مسؤوليه كونه انه هو طرف، هو رئيس الاتحاد، هو رئيس اللجنه الاولمبيه، نعم وهو اللي حاضر اجتماع جنيف وكان على اطلاع على بيان، كان بامكانه انه يبعث رساله للاتحاد الدولي يقول له ان هناك مهله تاجيل ويطلب تاجيل منها، هذا ما اعتقد صار الامر، رساله الى الحكومه والى مجلس الامه باتخاذ كافه التدابير، رساله الى اعضاء الجمعيات العموميه الاتحادات كلها، الانديه كلها عفوا، ان نفعل دورنا نبتدي نختار اشخاص يخافون على مصلحه الكويت وهمهم مصلحه الكويت قبل كل شيء. طيب اليوم نادي الكويت متضرر من نعم، الايقاف على الضرر واحد مثلا. الأكبر يقع سيد عبد العزيز على نادي الكويت من الإيقاف بحرمانه من خوض المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كيف كان وقع هذا الخبر على اللاعبين؟ وهل ستطالبون بتعويض على المبالغ التي خسرها النادي طوال مشوار البطولة؟ طبعا امانه من اللاعبين صدموا امس، يعني كان حزن حزن مخيب، مع كنا فايزين على كالما بالدوري اول مباراه لنا، كانت نعم انطلاقه مهمه وكنا محققين كاس السوبر واصلين النهائي، كانت في قمه معنويات مرتفعه، لكن امانه احبطوا، وفي منهم كثير من اللاعبين من اتصل يبكي امانه من حر ما فيه، من حرمانه من تحقيق بطوله باسم دوله الكويت، وليس اليوم نادي الكويت يمثلها بس فقط، اليوم السنه وحتى نادي الغازيه ايضا بامكانه انه يوصل النهائي، لكن نادي الكويت راح لن يسكت وراح نتخذ كافة التدابير القانونية لحفظ حقوقنا و يعني هيبة دولتنا كمان. نعم رئيس نادي الكويت عبد العزيز المرزوق، شكرا جزيلا لك.